السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الزفت الإخوان، الناس اللي بغاو يتعلموا كيفاش يخدموا الزفت. هذا هو الزفت، كاين عندنا الإيران وكاين عندنا كاغيط الكحل. هذا هو الزفت، هذه هي البلاصة اللي غنديرو فيها الزفت. انتم كتشوفوا هي البلاصة غنديرو فيها الزفت. ما درنا الفورمة خاصها تنشف شوية، عاد نديرو عليها الزفت، خاصها تنشف مزيان عاد نديرو عليها الزفت. إن شاء الله غنوريكم الطريقة كيفاش غادي تخدمو، طريقة سهلة. هانتوما كتشوفو عندنا 50 رولو ديال الزفت، ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تخدموا. هذا هو السطح